بالنسبه لك انت مباشره، جدري القرده شنو نجمو نعرفوا عليه؟ شكرا. بالنسبة للفيروس هذا نعرفه به هو فيروس جذري القردة، فيروس من فصيلة الفيروسات المورث نتاعها هو لاديان دي ان ا، ينتمي إلى عائلة البوكسفيريدي لورتوميتسو فيروس، والاسم المتداول حاليا والمعتمد حاليا هو الان بوكس. علاش ركزت هنا على المورث الجيني دي ان ا؟ خاطر ثم خلط ما بين الفيروسات اللي هي نفس العدوى ونفس السرعة. هذا فيروس اللي كي نقارنوه مع الكورونا فيروس، فيروس الأخرى سيتان فيروس آرين، والآرين عندها تطور كبير وسريع، تطرى عليها طفرات تعطينا عديد الليباريون. بالنسبة للفيروس عاديان إليبولي مي بطريقة أقل سرعة، وهذاك علاش يخلي النوع من الفيروس هذايا فيه كان زو دو فاريون. هذا الفيروس اذا تسمى بفيروس المونكي فيروس، هذه تاع القرده، لكن في حقيقه الامر موجود عن عده كائنات ثدييات اخرى، من جملتهم مثلا بعض القوارض في العايشة في الغابات الاستوائية. نعم. وقع اكتشافه لأول مرة عام 1958 عند القردة، هذاك على السماء بالقردة، وعمره حاليا تو قرابة 65 سنة معروف بالاسم هذا، وأخيرا تبدل الاسم ولا يعتمد أم فوكس. أول حالة وقع انتشارها عند الإنسان واكتشافها عند الإنسان عام 1970. أول حالة عند الإنسان، ومن منذ ذلك الوقت ثم رقابة لصيقة ومتابعة للحالات الإنسانية التصاب بهذا القرد. كانت ضئيلة وضئيلة جدا، وكان في الوقت ذاك المناسب كان موجود الجذري الإنساني المعروف الجذري عند الإنسان، وكانت هناك متابعة به، وكانت التلقيح موجودة، وكان الواحد لقه. وقع القضاء على الجذري الإنساني عام 1977، معناتها من عام 1980 ما عادش الجذري المعروف عند الإنسان، لكن بقاء الفيروس اللي معروف التعرف عن القردة ما متواجد، وثم حالات تقع عند الإنسان لكن ضئيلة، ما انتشرتش، ما تماش معناتها حالات إبيديمية. سمحني، الحالات اللي تقع على الإنسان هي منين تجي؟ في اتصاله بالقرد معناها وإلا؟ أيوة صحيح، لكن الفيروس هذا مادام متواجد عند الحيوان، والإنسان اقترب للحيوانات هذيك، وخاصة لو جعل اللحم يدخل غير البيئة متاع المكان والتصق بهم، ثم معناتها تقارب ما بيناتهم، انتقل من الحيوان للإنسان، وأصبح وقتها معروف المرض الحالات هذه بالزونوز. انتقل الإنسان، انتقل الإنسان أصبح الإنسان هو نفسه قادر باش يعديه للإنسان مباشرة عن طريق إذا الوسائل المعروفة، الرادار، واستعمال وسائل الحالات المواد المادة اللي يمكن موجود فيها الفيروس ويعدي الإنسان. توا عام 2024 هل أنه عادي أنه المرض هذا يعتبر طارئة صحية عامة تسبب قلق دولي؟ لو كنت تقولي ظهر أول مرة في السبعينات، في سنوات السبعينات، طبيعي ما أنه ما كملش ليه كان التطور متاعه، وخاطر قلت لك وقت اللي وصل لدي وبعد ما وفدت التلقيح ضد الفاريول الأصلي، وإن ثم فراغ وقت الفيروس اللي كان موجود هذاك ظهر بعد الدراسات اللي كانت تلقاح نعمله فيه للجذري الإنساني عنده تأثير كذلك على الفيروس هذا، ما خلاش يتطور. وعلاش؟ أخر ثم تقارب جيني ما بيناتهم، ثم إنه كومينوتي أنتيجينيك اللي تقلص منه. وقت اللي وقع القضاء على الجذري الإنساني، وقف التلقيح اللي نعمله فيه على الجذري الإنساني، وبقى هو كحالة وقادرة باش تنتقل الإنسان، بدأت تتطور. وعطت عام 2022 أول وباء لهذا الفيروس اللي وصل انتشر في عدة دول، خرج من الموطن الأساسي متاعه وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، عم على بعض الدول المجاورة، انتقل حتى لأوروبا، وأصبح قادر باش يعطي عديد الحالات
الإصابات عند الإنسان وكذلك وفيات. نهيك بالنسبة للإبيديمية اللي وقعت عام 22 وصلنا 87,972 حالة بهذا الفيروس عند الإنسان، منهم 147 وفاة. وبالتالي الفيروس هدايا بالنوع منه الكلاود نميرو اللي موجود في أفريقيا انتشر وتقلص. سمحني لكن سي محجوب نقص على كلامك بالعسل لأنه في وقت البرنامج، لكن مش نرجع للموضوع بأكثر تفاصيل لو تسمح أنت سي محجوب العوني مختص في علم الفيروسات. شكرا لك، شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا بستة متاع الصباح، وشكرا للفريق اللي كان